اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم احمد عبد الشافي من قناه استاذ جرامر. يا ريت اللي بيتفرج عليا لاول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح المناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. هنتكلم النهارده على موضوع خفيف جدا وحاجه بسيطه، وهي حروف الجر prepositions of time. هنتكلم على حروف الجر اللي هي ممكن نستخدمها ايه بتشير الى الوقت. هنعمل عليها ريفيو سريع. تخيل ايه هي اشهر ثلاث حروف اللي بتشير للوقت. اشهر ثلاث حروف جر بتشير للوقت ان عندك at, on, in. اتعلمناها زمان ان دايما كان في بيقول لك at بتيجي مع عيون الساعات، وكان دايما بيقول لك on بتيجي مع الايام و التاريخ بتاع اليوم، وان كان يقول لك مع السنين وشهور السنة وفصول السنة وفترات من اليوم. لو نتكلم سريعا كده على الفرق او الفروق ما بين at و on و in، ان معظمنا ومعظم الطلبة واولادنا بيتلخبطوا في الاستخدامات. عايزك تركز امتى هتستخدم حرف الجر المظبوط. نتكلم على دلوقتي على حرف الجر at. انت ممكن تستخدم امتى at؟ لما تحب تتكلم على الكلوك تايم. كلوك تايم يعني هتقول لي مثلا ايه at 5 o'clock at 10 o'clock. يبقى لازم خلاص عندك في وقت ساعة لازم هستخدم قبلها حرف الجر ايه at. او انك تقول مثلا لحظة الميل تايم. لحظة الايه الميل تايم اللي هي وقت. هتقول ايه مثلا ايه at lunch time او تقول at dinner time. ما ينفعش اقول ان ولا اون ولا اي حرف جر تاني، لازم استخدم ات. يبقى انت عندك حضرتك الميل اللي هي الوجبه الميل تايم لازم استخدم قبلها ايه قبلها ات. طيب ايه الحاجات التانيه المختلفه اللي ممكن استخدم فيها حرف الجر ات؟ كلمات بقى مشهوره كده نحاول نسجل دي الحاجات اللي احنا هنبدا نحفظ فيها. انا قبل كده قلت لكم انا ما بحبش الحفظ، احب ان احنا نفهم ونركز، بس هنضطر الحفظ حاجات معينه عشان الحاجات دي زي الفوكابس زي ما قلتها الفوكابلرز زي المفردات الكلمات يعني يا جماعه لازم نحفظها ونحفظ الاستراكشر. بس ان انت تبني جمله او اكزامبل لازم تكتبه مره واثنين وثلاثه عشان تفهم. نكمل استخدام حرف الجر ات ان احنا نستخدمها مع حاجات تانيه اخرى زي مثلا ايه ات كريسماس او at the weekend او at night او at noon at dawn at that time at the beginning of at the end of. اللي احنا قلناه ده دي مجموعة حاجات ثابتة لازم حضرتك تستخدم قبلها البروبوزيشن at في البداية. نتكلم دلوقتي على تاني اشهر حرف جر مشهور في البروبوزيشن of time، وهو حرف الجر on. اون دي يا جماعه تيجي مع ايه؟ سهل جدا، اون خالص بيجي مع ايام الاسبوع. ايام الاسبوع يعني ايه؟ نقول مثلا اون ساتردي اون ساندي اون ماندي. ما ينفعش اقول اي حرف جر تاني غيره. ايه تاني ممكن استخدم اون معاه؟ مع تاريخ اليوم. تاريخ اليوم بقى ونبدا ان ايه نشد خط كده عشان هعمل لك في تريكه كده نخلي بالنا منها. يعني مثلا هتقول ايه اون 11th اوف ماي اون 11th of May يعني في يوم 11 مايو. طيب حضرتك لو هو قال on May 11th الاثنين واحد on May 11th ما نغلطش لما نشوف لو انا قلت مثلا مثال on 11th May ولا on May 11th الاثنين واحد، ولازم نستخدم قبلهم حرف الجر on. في حاجات تاني ثابتة لازم نحفظها بيجي قبلها حرف الجر on، زي مثلا اقول ايه on mother's day يعني في يوم عيد الام، او on my birthday on my birthday يعني في يوم عيد ميلادي، او on a rainy day ما اكون بحكي حاجه و on a rainy day يعني في يوم ممطر. هنتكلم دلوقتي على ثالث preposition of time وهو حرف الجر المشهور in. ان يا جماعه بتيجي ايه؟ ان بقى بتيجي مع السنين، بتيجي مع السنين ومع الشهور مع حاجات كتير جدا. يعني مثلا اقول ايه in 1998 in 2018، او مع الشهور مثلا اقول ايه in September in October in January، او ممكن مع seasons of the year مع فصول السنة، ومثلا ايه in winter in summer. تيجي تاني برضو ان مع parts of day
عندك اجزاء او فترات خلال اليوم، زي مثلا اقول ايه in the morning، in the afternoon، او ان اقول in the middle of day، in the middle of day. دي كانت اشهر 3 prepositions of time، اشهر 3 حروف جر للوقت. نحاول نعمل عليهم دايما ريفيوهات سريعة يا جماعة عشان نحفظهم ونذاكرهم كويس. at، on، in. ما ننساش نضيف لحروف الجر of time حرفين جر خدناهم قبل كده مع البريزنت بيرفكت تنس في حلقه سابقه، وهم فور وسنس. انا عارف ان فور بيجي وراها بيريود اوف تايم، وعارف ان سنس يجي وراها فيكسد تايم. دي كمان من حروف الجر، يعني مثلا اقول فور 6 اورز، مثلا فور 3 ويكس. اما سنس فاقول سنس 1997، او سنس هي موفد تو اسوان، يجي وراها جمله في الباست سيمبل. اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهارده درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقه سهله وبسيطه. انتظروني في مزيد من الدروس على قناه استاذ جرامر في جميع مناهج اللغه الانجليزيه وتعليم الانجليش لانجوج بطريقه سهله وبسيطه بعيده عن التعقيد. تحياتي، كان معكم احمد عبد الشافي. سي يو.